أنتقل وأعود إليك قاسم. قاسم، هنالك عاجل ورد من وزارة الداخلية الإسرائيلية قبل قليل، ويقول أنه يستنكر دعوة موسكو لقيادات حماس لزيارتها. ما هي ردود الأفعال في الداخل؟ هنالك يعني خطاب حاد توجهه تل أبيب لكل من يعارض حربها واجتياحها لغزة وقصفها للمدنيين في غزة. تركيا كانت سبقت روسيا والآن روسيا. صحيح، وسيأتي بعدها الكثير، حتى أن هناك انتقاد كانت قد وجهت إلى فرنسا في بداية الحرب عندما قالت أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، ولكنها يجب أن تقوم ذلك وفق قواعد القانون الدولي. لفهم ربما حيثيات هذا الموضوع، هناك البعد الدبلوماسي، هناك البعد السياسي، هناك البعد التسويق الإعلامي والإعلاني التي تقوم به إسرائيل في العالم. ولكن بالنسبة لإسرائيل، هذه التصريحات تعني ربما تقليص حجم أو مدة الوقت الممنوحة لإسرائيل للقيام بعمليات عسكرية في غزة. إسرائيل كانت تأخذ بعين الاعتبار الضغوطات الدولية في كافة الجولات السابقة. أي تصريح من هذا النوع يعني أن الوقت المتاح لإسرائيل لإكمال العملية العسكرية قد يبدأ بالانحسار، وبالتالي الدافع العملي لإسرائيل لمهاجمة هذه التصريحات هو ما قد يصب في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا لك قاسم الخطيب، مراسل الشرق من القدس.